السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة الفضيلي من معهد سيفن آرت بمدينة ابن جرير. فيديو جديد اللي غيكون هو فيديو إعلاني للدورة التكوينية اللي غادي نقدموها لكم إن شاء الله يومي 23 و24 من الشهر الحالي. إذا هاد لافورماسيون اللي غادي تكون بثمن جد رمزي فقط هو 100 درهم، من اجل تغطيه فقط مصاريف الشهاده اللي غتحصلوا عليها في اخر الدوره ومصاريف المعهد. اذا في هذه الدوره فعندك الحق تشارك يوم السبت او يوم الاحد او هما معا اللي بغيتي، كل واحد على حساب لا ديسپونيبيليتي ديالو. بالنسبه لتوقيت الدوره غتبداو ان شاء الله مع الساعه 10 صباحا، غادي نخدموا حتى الواحده بعد الزوال، من بعد غيكون واحد لو بوز وغادي نستأنفوا العمل ديالنا من الثانيه حتى الخامسة بعد الزوال. دونك المحاور اللي غادي نهضروا عليهم خلال هاد الدورة التكوينية، اول حاجة غادي نتعرفوا على لا جينيراليتي ديال الاشيس او، غنتعرفوا المفاهيم العامة لا تيرمونولوجي، ما نبقاوش نخلطوا لا تيرمونولوجي ديال الاشيس او. غنتعرفوا على لي دوكيمون ايسونسييل بوغ ان اجون اشيس او، سواء كان انيماتور كورديناتور سوبرفيزور او بيان ريسبونسابل، يعني غنتعرفوا على جميع الوثائق اللي كيحتاجها اي واحد خدام في لو دومين ديال اش اس او في لوزين او بيان في شونتي. مثال غادي نتعرفوا على لي جي سي اي لي جوب سيفتي اناليزيز، لا ماتريس دي فالياسيون دي ريسك، لي اس بي ا سيف بلان اوف اكشن، غنتعرفوا على لي تشيك ليست او بيان لي فيش دو كونترول، غنشوفوا لو مود اوبيراتوار، غنشوفو لا بروتيكسيون كونتر لي ريسك كريتيك، غنشوفو ايضا لي بلون اش اس او. دونك هادشي كامل غادي نتعرفو عليه ان شاء الله خلال هاد الدورة التكوينية. دونك ما عليكم الا انكم تريزيرفيو لانسكريبسيون ديالكم باش تقدروا تستافدوا من هاد الدورة التكوينية. ايضا بالنسبة للناس اللي باغيين نديروها تكوين عن بعد في هاد اليوم التكويني، فعندهم الحق، ممكن لهم انهم يفاليديو لانسكريبسيون ديالهم ويستافدوا من لا فورماسيون اونلاين. وبالنسبه اللي عنده اي سؤال او لا، ما عليه الا يتواصل معايا، وهذه فرصه لا تعوض باش تعرفوا على الدومين ديال الاش اس او بالنسبه للناس اللي بنغرير او للناس اللي خارج بنغرير. ولكن عندكم اي سؤال فما عليكم الا تكونتاكتيوني، سواء عبر الجروب واتساب اللي كاين في لا ديسكريبسيون، سواء عبر الرقم ديالي اللي كيظهر اسفل الشاشه. دونك نتشوفو ان شاء الله لو 23 و 24 في معهد سيفن ارت في بنغرير. اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحيل. السلام عليكم ورحمة الله.